احنا اليوم بوادي موسى، احنا اليوم استضافونا اخواننا هون، اليوم عندنا اكل غير، اكل غريبه، اكل بدويه، راح نعرفها كلنا وراح نحبها كلنا. خليكم معنا بيوميات شيف بحلقتنا الجديده، ويلا معنا. مساكم اخواننا، هاينا احنا اليوم زي ما حكينا احنا عند اخونا محمد بوادي موسى. طبعا استضافونا الجماعه هون، حابين يفرجونا ايش جديد. اخي محمد كيف حالك؟ شو اخبارك؟ بنتشرف احنا ان اليوم موجودين عندكم هون. بدي انت تحكي هلا، شو انت اليوم حاب تعمل لنا هون بوادي موسى، والاكل اللي حكيتوا لي عنها غريبه ومتميزه وراح تعجب الناس. اليوم بدنا نعمل اشي ما يسمى بالتنكه. طبعا بالتنكه، تمام. هي تتكون من دجاج، رز، بطاطا، بصل، يعني زي، يعني خلينا نحكي شيء قريب من الزرب. بالضبط. اوكي، بس بنعمل في التنكه. مزبوط، بس هي بتيجي مقلوبه، بتختلف عن الزرب. يعني ما بتندفن تحت الارض؟ لا ما بتندفن، فوق الارض. بتيجي فوق الارض. هلا اخوي محمد، التنكه بتنعمل بس دجاج ولا دجاج ولحمه؟ هي بتنعمل دجاج ولحم، بتنعمل بس حسب شو انت حاسس. بس هي يعني اكثرها دجاج بيعملوها، صح؟ الاكثر دجاج، مزبوط. طيب تمام، هسه الاكل بدي تشرح لي شوي عنها عشان احنا نفرجي اخواننا المشاهدين ايش من وين جاي الاكل. طبعا هذه اكله بدويه قديمه. اكله بدويه قديمه، تمام. فماخوذه من الاتراك قديما كمان. ماخوذه من الاتراك، يعني معلومات يا اخوان شيقه يعني كمان. هاي يعني صدقا، يعني بديش انا اقطع كلامك اكيد، بس انا التنكه اقلال اللي بيعرفوها هون عندنا بالاردن. مزبوط. انا بعرف بتميزوا فيها اهل وادي موسى يعني خصيصا. مزبوط، صح كلامك. المهم كمل، عشان قاطع. من تركيا اصلها، تمام. فتوارثوها يعني البدو. البدو، تمام. فصاروا يعملوها، انتشرت شوي شوي، بس لحد الان حتى اغلب اهل وادي موسى يعني ما بيعرفها. يعني ناس قلال، ناس وناس. يعني اخوان احنا اليوم اخونا محمد يعملنا اشي غريب على الاصول تبعتنا، الاصول القديمه، الاصول البدويه. وانت حكيت لي واحنا في الكواليس يعني، عشان احنا نكون صريحين مع الناس انها صحيه. هسه كيف صحيه؟ هي ما بتنحط فحم جواتها طبعا، تمام. يعني ثاني اكسيد الكربون، وهذا ما بيدخل، ما بدخل فيها على الاكل. حلو، تمام. هي عمليه زي عمليه طنجه الضغط تقريبا. حلو، تمام. بس ايش يعني؟ بس عمليه حم الهواء اللي جوا الاكل، هو يعني زي شيء بخار. بالزبط. زي الاكل على البخار. يعني اخوان كمان بنحب نطمن جماعه الدايت انه هسه وضعهم بالسلم، بيقدروا ياكلوها. بالضبط، 100%. هلا المكونات ايش هي؟ هي مكوناتها بسيطه غير معقده، يعني اي واحد بيقدر يعملها. ممكن تكون طالع رحله بر تعملها، هي اصلا بيعملوها معظمها بالبر، صح؟ مزبوط. طب اخوي محمد تشرح لنا شوي شو المكونات، شو رايك؟ ما في مشكله، تمام. من وين نبلش؟ نبلش اول شيء في البهارات. البهارات، هلا البهارات تبعتها انت حكيت لي انكم بتعملوه خليط انتم. هي خليط، هي كويس. بتكون تمام، خليط من الليمون، كويس، ليمون مطحون طبعا، ليمون مطحون، فلفل، بهارات. حكيت لي بجوز بدخل هيل، صح؟ مزبوط، وهيل بس، كويس. يعني بس هيك، تمام. يعني مش معقد الامور، بهارات عاديه مشكله، موجودات بكل بيت. بس مشان نضطر الاكل اكثر من نستعمل الزيت، يعني زيت زيتون. زيت زيتون، ها، زيت زيتون، مش زيت قلي. لا مش زيت قلي، زيت زيتون. حلو، تمام. وملح. وملح، كويس، تمام. ورز موجود عندنا. مزبوط. رز، الرز محمد يفضل يكون حبه طويله. اكيد حبه طويله، مشان يعني بتعرف المندي هذا كله بسوي حبه طويله، ما بسوي حبه قصيره. 100%. طبعا بصل، بطاطا. بصل وبطاطا، وطبعا يعني قطع دجاج. طب دجاج طبعا هون مقطع اخوان، الدجاج عندنا واخونا محمد يتبله قدامنا، تمام. تمام، 100%. شايفين اخوان المكونات بسيطه خفيفه، موجوده بكل بيت، واكله طيبه ان شاء الله راح تعجبكم، واكله رائعه وجديده يعني. واحنا زمان يعني اخواننا البدو ما كانوا يزيدوا ويعملوا. اكيد، الموجود مزبوط. زي ما بيحكوها احنا، كان موجود يسووا يعني، الموجود يعملوا بس. يلا اخوي نبلش، ايش بتحب تبلش انت هلا؟ تمام، هي من تبله في الملح. طب اوكي، شو رايك اساعدك انا نملح عشان انت تبلش؟
قديش المقدار بتحطه بالعاده انت؟ ما في مقدار معين، بس يعني كل يعني انت تشوف بنظرك انت يعني ان الملح مناسب يعني. تمام. انا على فكره الملح بحبوش كثير على الاكل. خلص يعني هيك تمام. تمام، رش على الباقي. اوكي، وهي برش هون على الاظلتان، وهي هون، هاي احنا بنرش الملح. تمام، هنا بنرش البهارات، الخلطه اللي سويناها. نرش البهار. يا سلام البهارات. اوكي، اخر اشي الزيت. الزيت يا سلام يا سلام. تمام 100%. هسه بنخلطه. هسه ايش احنا بنقوم بعملية التتبيل. هنساعدك. يا سلام اخوان، تتبيلة سهلة مش معقدة، يعني زي ما حكينا بهارات يعني بهارات مشكلة زي ما نحكي، وزيت زيتون وملح بس، يعني الشغلة مش معقدة. واحنا هي تبلنا الجاج، والجاج هيك جاهز. هيك جاهز. تمام، هسه بدنا ننتقل للمرحله اللي بعدها. كويس، شو المرحله اللي بعدها هسه؟ المرحله اللي بعدها البطاطا والبصل. طبعا في ناس بحبوا مقشر البطاطا. كويس، في ناس بيحبوه بدون تكشير. بدون تكشير بس بتغسلوه يعني؟ اكيد. احنا اليوم قشرنا البطاطا. تمام. البطاطا والبصل، هسه البطاطا والبصل بتتبلوا كمان صح؟ تمام، تتبيله يفضل تتبله تتبيله الدجاج. نفس تتبيلة الدجاج. تمام. طب ليش نفس تتبيلة الدجاج؟ وشو يعني التتبيلة؟ النكهة تظلها واحدة، مش تتغير وانت بتاكل. يا سلام. يعني انت يعني بتاكل يعني بين النكهة نفسها، ما في نكهة بتختلف النكهة انت بتاكل فيها. تمام، يعني هسه بدنا نتبل البطاطا والبصل. تمام. على بركة الله. واحنا هاي جبنا البطاطا والبصل زي ما احنا شايفين مقشر، وبدنا نتبله نفس التتبيلة. نفس التتبيلة عشان ما يتغير الطعم. نفس التتبيلة. خلينا انا ساعد زي ما حكينا. بنحط رشة ملح. رشة ملح. كويس. بس تكون قليلة يعني مش قليلة، هي ملح. تمام. بنحط بهار كمان، نفس البهار اللي حطيناه على الدجاج. مزبوط. نفس الملح اللي حطيناه على الدجاج. كويس. بين وبينك نزيد البهارات شوي عشان البهار اصلا رائع على الاكل. كويس. وبنحط زيت زيتون. تمام. وبتتبله صديق نفس التتبيلة. نفس التتبيلة. تفضل. نفس التتبيلة. كويس 100%. هلا احنا بنعطيه شوية وقت ولا بنقدر نبلش على السريع ولا كيف؟ لا نبلش سريع. بس انه نعطيه بس الطعمة هيك. هي خلص بدام تبلته يعني على النار هي بتعطيه الطعم مش. تمام تمام 100%. هسا ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة ايش؟ تتبيل الرز. تتبيل الرز، يلا تمام. طبعا احنا اخونا محمد هينا وصلنا الموقع اللي راح نشتغل فيه. اللي راح نطبخ فيه طبعا الحطب هيو بلشنا نولع فيه عبين ما ينتهي الرز. طبعا الرز احنا نقعناه. طبعا البرميل او التنكه مع الشبك. طب محمد يا حبيبي بدك تشرح لنا بس شوي عن البرميل وشوي عن الشبك قبل ما نبلش. طبعا البرميل هذا ما بنحطه الارض. كويس. طبعا هذا فوق الارض. تمام تمام حلو. في عندنا شبك. طبعا هذا الشبك من مش بنحطه في ال مش تحت الارض، فوق مش الارض. تحت الارض فوق الارض. هلا الشبك نفس المبدا اللي بيعملوه بالزرب. تمام. بس هو راح ينحط فوق الارض. طبعا الشبك يا اخوان توضيحا انه مرات بيكون مكون من ثلاث من اربع طبقات. يعني طبقات بالكميه اللي تختار. صح، في ناس بحطوا هو بنحط بالعاده البصل مثلا فوق، الدجاج بالنص، الرز تحت حسب رغبتك. التنكه محمد احنا مش يعني مقيدين ببرميل، ممكن نستعمل تنكه زيت. لا. مثلا لا، هو يعني برميل انه افضل، يعني برميل افضل عشان اذا اي كانت اي تنفيسه في احتمال انه تخرب الطبخه او شغله زي هيك. فهذا يعني اعتقد انه يعني بس تحطه يعني ما في الاشي يعني. والحراره بتكون جوا كمان. كمان الحراره هي جوا يعني 100% 100%. طب احنا هسه شو بدنا نعمل؟ بدنا نحط الشبك حكيت لنا فوق النار. مزبوط. طب ليش بدنا نحطه فوق النار؟ لانه زي ما حكينا انه صحي كثير. صحي كثير. تمام. فانا نحرقه اذا كان عليه وسخ او شغله زي هيك من طبخ مثلا. هو اخوان حتى لو انجلى بالعاده يعني للتوضيح الشبك او انه تنظف ممكن يظلوا بقايا منه. فهو مزبوط. عشان يكون صحي اكثر ونكون مطمنين اكثر يفضل ينحط على النار. منه مزبوط. بيعقم حاله ومنه بيحمل الاكل. صح.
صح 100%. طب هسه شو نعمل؟ بتحب نحط هسه؟ اهين بس نحط. اساعدك، هاي الشبك احنا بنحطها على النار، بنغرزه بالنار. تمام. الشبك تمام هيك حطيناه على النار، بنتركه احنا لما ينحرق يعني يتنظف كامل اي جراثيم عليه 100%، وعشان يحمى وبلش ايش اموره تمام. احنا هسه خلينا نرجع على الرز نشوف شو صار فيه ونتبله عشان نعود نرجع تكون امورنا تمام ونبلش. اوكي يلا اخوينا محمد، يلا على بركه الله. ورجعنا احنا هسه الرز نقعناه اموره تمام، هسه بنتبله اخوي محمد نفس الطريقه، كله نفس التتبيله حتى ما يتغير الطعم. طيب كويس، خلينا ابلش انا. تمام، نحط ملح. هاي الملح كويس. نحط بهارات. تمام، نحط البهارات. يعني اخوان التتبيله اللي استعملناها للدجاج والبطاطا والبصل والرز كمان. تمام حلو. حط ملح 100%. احط كمان ملح. اه وهاي سيدي، وهاي كمان ملح. وهسه زيت برضه كمان زيت. كمان بتحط نوع زيت زيتون. تمام طبعا زيت الزيتون استعملناه هسه في ناس بيحبوا يستعملوا زيت قلي، يعني احنا مش تحديدا زيت زيتون. مزبوط، بس زيت الزيتون هو طعمه اطيب اطيب اكيد. صح. ايش هسه اخوي بتحركه؟ بنحركه. تمام، بعدين بنحط عليه مي وخلاص. كويس، هيك احنا تبلناه وبعديها بنحط عليه مي. مي وبس، يعني بعدين بنحطه على النار. تمام، وبعدين بنحطه على النار بس. طيب يعني هسه شو المرحله اللي بدنا نعملها؟ بدنا ننتقل على التنك. على التنك يلا نحطه بالتنك، وهسه خلينا نروح على التنك وخليكم معنا يلا. واحنا اخوي محمد هسه رجعنا للموقع اللي بنطبخ فيه. طبعا مزبوط. كل شيء تمام، الرز النقع تمام، البطاطا امورها تمام واخذت كمان من الطعم، والدجاج اموره تمام. هسه ايش اخوي محمد؟ هنا بدنا هنا بس نحط الدجاج بالشبك، نجهزه ونحط الرز وخلص. واحنا هسه امورنا تمام، نبلش نصفط. يلا يلا على بركه الله، تفضل. امسك انت بس نحط بطاطا. هسه احنا شباب الطبقه الاولى من فوق، يعني هي حطينا بطاطا بصل. والبصل يا سلام جاهزه. تمام نحط تحت الشت هي. تمام، انا تحت لو حطيت كله فوق عادي، بس انا بس احنا ايش هسه هنا الدجاج كمان. الدجاج بنحطه بالتنكي فوق. مزبوط. طب محمد ليش فوق حطيناه؟ ليش ما تخلينا البصل لحاله مثلا؟ ما في مشكله، بس عشان ايش طعم الدجاج يوصل البطاطا وهذا ما يجي في الطبخ. تمام، نحط الدجاج الثانيه. كويس، هسه ايش الحركه الثالثه؟ الرز. الحين الرز بنحطه بالارض. طيب كويس، نبلش كيف بتحب؟ خذ راحتك، كيف بتعمل؟ الحين بنحطه على الارض. الرز بنحطه على الارض، تمام. تمام، بنحط الشبك فوقيه. الشبك فوق الرز. يا سلام. 100%. تمام، بنحط البرميل طبعا. البرميل، كيف بده نحط البرميل؟ هو اللي هو التنكه. التنكه. طيب بنكته اذا كان في وسخ. تمام 100%. شيء كويس، بالعكس بنحطه. بنحطه عكس لانه بيختلف. يا سلام، ما شاء الله. بس هيك فنانين. بعدين بنحط النار حواليه. هسا بدنا احنا ايش؟ طبعا احنا ما بنحطه فوق النار، النار هسا حواليه. مزبوط، خلال اخر 10 دقائق بنحطه فوقيه مشان ايش يتحمر. بنحط، انتم هسا راح تشوفوا كل شيء. هسا بدنا نجيب النار ونحطها حواليه. مزبوط. تمام اوكي 100%. واحنا اخوي محمد هي زي ما عملنا، زي ما حكينا لاخواننا. مزبوط. اخواتنا احنا البرميل حطيناه، حطينا فحم حواليه. مزبوط، ولعنا النار حواليه. تمام تمام، وهي بلش اكيد شم روائح. اصلا انا بعرفش بتطلع ريحه، مش انا حاسس فيها ريحه. اكيد بتطلع ريحه. احنا هسه قديش تقريبا بده وقت؟ هو بده تقريبا ساعه، اذا كانت النار قليله ساعه 10 دقائق حسب يعني. حسب يعني احنا اخوان زي ما حكينا البرميل امور تمام، او التنكه زي ما بيحكوا اخواننا هون، حطيناها وزعنا الفحم حواليها مع الحطب. هلا تقريبا بدها من ساعه لساعه وعشر دقائق. مزبوط. حسب الحطب، حسب الحراره. واحنا طبعا منتظرين هسه تطلع الوليمه، عرفت كيف؟ مزبوط. احنا هسه بننتظر تقريبا بعد ساعه ساعه وإشي ان شاء الله بنفتح وبنشوف اكلتنا اللي هي التنكه. مزبوط، فبنرجع لكم.
واحنا هسه تقريبا هينا يعني خلصنا تقريبا هاي الفحم بعد ما كان حوالين التنكة شلناه، وهسه احنا بدنا ايش؟ بدنا ايش؟ نرفع التنكة ونشوف شو الوضع. بسم الله. اساعدك بشيء ولا امورك تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام، اللهم صل على سيدنا محمد. يا سلام يا سلام، اشي فاخر على الاخر صدقا. انا ما يعني ما شاء الله طلع الجاج ما شاء الله محمر، الرز البطاطا يا سلام، اشي مرتب يا اخوان. يعني احنا هيك بنقدر نقول لكم انه هيك التنكه جاهزه، هسه جاهزه للاكل يعني صدقا. هسه السكر معلم وبعديها الاكل، فصدقا حراره يعني عن جد يعني يعني ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله، هاي نرفع يا سلام، وهي الرز. واحنا هسه اخوي النواف ليه احنا بنقدر نقول لك انه يعني خلص هيك امورها تمام، بينه وبينك بدي اروح اشتغل فيها. فاحنا بنقدر نقول لكم يا اخوان ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا بالحلقه وعرفنا شو التنكه، وبنشكرك اخوي محمد على هالشغل المرتب، وبنشكرك على الاستضافه الحلوه هاي بهالاجواء الحلوه، وبنشكر اخواننا بوادي موسى طبعا. ويا اخوان احنا ان شاء الله بنستناكم في حلقه جديده، حلقه قادمه بيوميات شفا.